ده ممكن يعمل السمنة المفرطة بيتخن اللي موجودة في الكورتيزون ولادنا بالظبط، عشان الكورتيزون بيتخن هو والسكر، كده عشان قلة النوم دورة بتخن، النوم يعني بتاعتهم النزول اتشقلبت، الصباحي بيتخنهم صح؟ بالظبط بيتخنهم بالظبط 100%. صح؟ بالظبط. أنا قلت وقلة كده برضه. النوم سبب من أسباب السكر والسكر مثلا، وسبب من أسباب ولا زيادة السمنة، الوزن، أنا اللي في فكرة وزيادة إن أنا الوزن بلاحظ إن طبعا. صح ولادنا بيتخنوا، ده معناه إن هم عشان طبعا بيقلبوا النوم طبعا بتاعهم. طبعا. فكرة الناس، أنا بسمع ساعات مثلا ناس على السوشيال ميديا وبلوجرز وكده تقولك وهو إزاي جسمي عرف إن دلوقتي صباح ودلوقتي ده مساء؟ سؤال مهم. لا، على فكرة هو الجسم بيعرف، مش اتس ذا كورت، هو الهرمون الليفل، احنا جزء من الطبيعة الهرمونز يعني. بتطلع ماشية مظبوطة، طبعا طب في حاجة ماشية اسمها ان انا مظبوطة. طب اطبق دكتور يومين نبيل او عايز يقول ثلاث حاجة، ايام ثانية، يومين او 3 ايام من غير نوم، بتقولي ايه؟ يومين او 3 ايام من غير ده نوم، في خطر ناس جدا، بتعمل ده كده. خطر يا جدا، لهوي. لا ايوه بس ده خطر يعني جدا انا كده بكسر في الاورجنز او في بالظبط الاعضاء بتاعت جسمي، بتاع الجسم كله. فيحصل هنا ايه؟ بقى كل حاجة زي هتتغير، المثل اللي احنا قلنا، ممكن يموت، كل ممكن هارت اتاك، الأجهزة لا الحيوية. الموضوع انا مرة خطير قعدت جدا. اسبوع كامل لا مش فيش يومين كلام ده، بيتهيألك بلا نوم، بيتهيألك لا مفيش لا الكلام ده، هتلاقيكي بتنامي وانت مش واخده بالك، لا مش لا واخده بالك. ايوه الاجهزة بتنهار يعني. بتنامي وانت مش واخده بالك، بتنامي تخطيف، احنا عندنا 3 ايام بتاخدي عندنا مشكلة، بتخطفي تخطيف اسبوع كده. كده عندنا لا طبعا ده خطير جدا. دكتور نبيل انت كنت عايز انا تقول عايز لازم اقول قبل بس ما علشان نخلص. قبل ما نخلص، في اضطراب نوم الناس كتير مش واخده بالها منه، اللي هو اضطراب النوم اللي هو النوم المفاجئ، النوم القهري بنسميه، النوم القهري اللي هو اللي قاعده بتكلم معاكم اللي هو طق بالظبط نار كده، كولابس. ابقى ماشي في الشارع واروح واقع، ابقى قاعد على القهوه واروح حاطط راسي على الترابيزه. الاضطراب ده مش كسل من الشخص. ناس كتير بتفترض ان الاشخاص دول كساله، او الاشخاص دول مكبرين دماغهم، او مش مهتمين، او مش متحملين مسؤوليه. لا، الناس دول عندهم مرض معروف اسمه ايه؟ اسمه النوم القهري. ده بيبقى ليه اسباب صحية، بيبقى عنده مشكلة ايه، ليه نروح ايه؟ اسباب، ليه اسباب، بس احنا بنشخصه بتشخيصات محدده. هو نوعين، نوع منهم بيتشخص عن طريق بذل النخاع من الشوكي، والنوع التاني بيتشخص بالاعراض وبياخد دواء. برضه بنعمل نفس الفحوصات اللي احنا هنعملها عند الدكتوره سلمى، وبعد كده طلع ما فيش حاجه بيجي لنا بنكتب له ادويه. الادويه دي بتساعده ان هو، وبندي له بقى ارشادات في يومه ان هو بياخد طب فترات نعاس كده محدده في اليوم. عندي سؤال مهم ليك، لو كل المشاهدين بيتفرجوا علينا، ممكن تدينا روشتة لتحضير نفسنا نفسيا للدخول في مرحلة السرير والنوم؟ طبعا طبعا في حاجة كده؟ طبعا طبعا. اول حاجه اللي بنسميها النوم الصحي، اول حاجه احنا محتاجين بالنهار بنعمل ايه؟ بالنهار احنا ما بنشربش الا شاي او قهوه او اي كافيين، زي مثلا في البيبسي او الكولا، لغايه الساعه 4، لغايه العصر، اوكي اخرها العصر، ما اوكي ناخدش حاجه بعد او كده. ما نشربش خالص الحاجات دي، ما يا ستي زي بتكلم، احنا خلينا مختلفين نتكلم في ناس للناس. تانية. الحاجه التانيه ان احنا محتاجين اخر اكل ناكله يبقى قبل النوم باربع ساعات، او ممكن بساعتين، بس هو يستحسن قبل النوم باربع ساعات. اخر تمام. رياضه نلعبها قبل النوم باربع ساعات. لو هنخش هننام قبل ما ندخل النوم بنبتدي ننزل الستاير، بالبلدي كده ننزل الستاير، نهدي الانوار، نشغل حاجه هاديه، ما نتكلمش في حاجات مثيره، ما نتكلمش في مشاكل، نوقف نقرا حاجه بسيطه او هاديه طيبه، ما ندخلش في اكشنات، ما نبعتش رسائل فيها بحاجات خناق. حوارات بالظبط. وبعدين هنخش السرير، بنحس ان احنا نعاسين هنخش السرير. الموبايل بعيد، ما فيش تلفزيون في السرير، برضو نفس الفكره. أنا مش حاطة الاضاءه تلفزيون في أوضتي لو ما خالص، نمتش مهمة في مهمة. خلال نص ساعه أوكي. انا بطلع تاني اقعد تاني في نفس الاجواء اللي انا خلقتها لنفسي، اللي هي اجواء النوم، اللي هي الجو هادي، مش هخرج وأصحصح. الاضاءه بالظبط، الاضاءه خافته بتاع. كأني بحضر من نفسي برضو الحاجات للنوم. من الحاجات اللي بتساعد في النوم اليانسون، الكركديه، البابون، وجوز الطيب. جوز الطيب. انت دكتوره سلمى قلت عليها المره اللي فاتت ولا دكتور انا اللي نبيل؟ قلت، دكتور انا نبيل. طب اللي حضرتك قلت. قلت اوضه النوم للنوم، يعني مفيش فيها تليفون، تلفزيون، مفيش نور ابيض اجهزه، فيها مفيش نور خالص، ابيض. ابيض خالص، نورم. علشان احنا يعني احنا لما بنيجي نعمل رسومات مخ احنا بنستخدم الضوء الابيض للتحفيز، فاحنا كل الضوء الابيض بنشيله، اي حد عنده اضطراب نوم يشيل الضوء الابيض من من بيته البيت. خالص خالص.